بسم الله. بدأنا ولله الحمد في الدرس الماضي بدراسة متن القواعد الأربع. ماذا أخذنا في الدرس الماضي؟ أخذنا عن البدون القواعد الأربع. أخذنا القواعد الأربع، ماذا أخذنا من القواعد الأربع؟ أخذنا المقدمة. المقدمة، وقلنا المقدمة هي أول باب عن السعادة. المقدمة وفيها عنوان السعادة. فتح الله عليك. لا تتكلم. جديد شيخ. لا تتكلم، جديد، قديم، لا تتكلم. طيب. نعم. جديد. تفضل. ما تتكلم. تقدم هنا افتح له المجال خليه يتقدم. اي نعم اجلس. ماذا اخذنا؟ قلنا لابد قبل الدراسه من معرفه الامور في القواعد الاربع. ما هي؟ من يذكرها لي؟ امور اخذناها قبل الدراسه. السؤال الاول تقسم الى ثلاثه اقسام فهرسه القواعد الاربع. قلنا اذا اردنا ان نفهرس القواعد الاربع الله اعلم نفهرسها الى ثلاثه اقسام. مقدمه وفي المقدمه عنوان السعاده. الثاني لماذا ندرس التوحيد؟ وقلنا هذا في جل مؤلفات الشيخ رحمه الله. الثالث شرح القواعد الاربع. فتح الله عليك. غيره قبل الدراسه. نعم. سبب التاليف. وقلنا ان المؤلف رحمه الله تعالى الف عن القواعد حتى نستطيع ان نرد على الشبه التي اتي بها الشيخ في زمانه. انه دعا القارئ مرتين. دعا في هذه القواعد. نعم. طيب. هي اختصار لكتاب كشف الشبهات. نعم لم ناخذ هذا. هي في الحقيقة هذه القواعد الأربع مختصر بكتاب كشف الشبهات. لو قال قائل لماذا لا ندرس كشف الشبهات؟ ثم بعد هذا ندرس المختصر القواعد الأربع. من يجيب عن هذا السؤال؟ لو قال لك قائل لماذا لا ندرس أولا الكتاب الأصلي وهو كشف الشبهات ثم بعد هذا ندرس المختصر؟ هذا يكون احسن. لماذا؟ يكون مقدما او متدرج او انت تتمالك انه هيك قال العلماء. لا هو الان انا منهج يقول هذا الكتاب هي القاعده الاربع كالمختصر لكتاب كشف الشبهات. لماذا لا ندرس كشف الشبهات اول؟ يكون هذا احسن. تدرس كتاب ثم تدرس المختصر وهذا ترتاح. نعم. الاولى بدا بصغار هذا عندك ثم كشف الشبهات ليس بكتاب طويل يعني. نعم هذه وصيه العلماء. لا طلاب ذكرنا لكم هذا يا اخي. طلاب الطالب ليس له قل لماذا ستجد ان شاء الله صابرا ولا يعصي لك امرا. هذا هو الطالب. ما يقول لماذا نقدم لماذا نؤخر لماذا ندرس مختصر. لا تتكلم بكلمه تدرس والسلام. نعم الا المعصيه لأن طاعة المخلوق في معصية الخالق. بل بعض العلماء رحمهم الله يرى تحريم الدراسة. نعم تحريم الدراسة في كتاب كشف الشبهات بل القراءة في كشف الشبهات. يقول يحرم على الطالب أن يقرأ كتاب كشف الشبهات قبل دراسة كتاب التوحيد. كما مثلا في دراسة قراءة الكتب التي ذكر ما شجر بين الصحابة المؤلف من أهل السنة والجماعة. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول يحرم القراءة في هذه الكتب المؤلف من أهل السنة والجماعة فيما ذكر ما شجر بين الصحابة. لماذا؟ لأنه قد يقع في قلبك شيء على الصحابة رضي الله عليهم شبهة ولا تستطيع أن تدفع هذه الشبهة. ثم يوم القيامة الله سبحانه وتعالى لا يسألك عما شجر بين الصحابة لكن لابد أن تسأل هل أطعت الله سبحانه وتعالى في قوله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا إخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وسائلك الله سبحانه وتعالى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي. هل أطعت النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم. ثم ما بقي لك من العلم إلا أن تقرأ في هذه الكتب. يخرج عن العلماء واعلم ما لا تقدم وما لا تؤخر وأي تسمع ولا كنت لا تسمع. لأن يأتيك بعض الطلاب يقول سبحان الله نزلت أشرطة في السوق عجب مفيدة جدا تسمع أول شريط
ما يمكن أن تترك القشر حتى تتم كامل. من يشكل الآن النشر؟ طلاب. هذا ما يصلح. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين استنبطون منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. إذا لماذا ندرس التوحيد أخذ؟ لماذا ندرس أفعال الأربع أخذ؟ ما هي فارسة القواعد الأربع أخذ؟ ثلاث أقسام. القواعد الأربع مختصر لكتاب كشف الشبهات؟ نعم. لماذا لا ندرس كشف الشبهات؟ نصيحة العلماء حتى لا تقع لدينا شبهة. إذا متى ندرس كتاب كشف الشبهات؟ بعد دراسة كتاب التوحيد. ما الفائدة التي نجنيها من دراستنا القواعد الأربع؟ الرد عن الشبهة التي يأتي بها الشك في زمانه. ثم ذكرنا ما يتعلق بالمقدمة، وقلنا المقدمة هذه في عنوان السعادة، وأن المؤلف رحمه الله تعالى سار على طريقة العلماء وأخذ هذه المقدمة، وهذه في رفعة له ونبل. نعم، سار على طريقة العلماء رحمه الله. طيب بعد هذا ما دخل في المقدمة؟ من هم أولياء الله؟ نعم، مع الدليل. نعم، الذين آمنوا كانوا يتقون، يعني جمع بين الإيمان والتقوى. الدليل على أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا كانوا يتقون. ماذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى؟ كن مؤمنا تقيا. من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. وألف كتابا سماه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. نعم، لابد أن تفرق. لا إيمان ولا تقوى من أولياء الشيطان. طيب عنوان السعادة في أمور ثلاثة وهي، نعم، إذا أعطي شكر في السراء شاكر، نعم، وإذا ابتلي صبر، وفي الضراء صابر، وإذا أذن مستغفر، وعند المعصية مستغفر. فتح الله عليك. لو تبحث في أحوال الناس تجدهم لا يخرجون عن هذه الأمور الثلاثة، سراء وضراء ومعصية. نعم، ماذا أخذنا في النعمة؟ هل النعمة ابتلاء أم لا؟ نعم لا مع الدليل. هل النعم ابتلاء؟ نعم. نعم ابتلاء. نعم ابتلاء، والدليل؟ لنبلونكم بالشر والخير. ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا بفضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه. تحتاج إلى ماذا النعم؟ النعم ابتلاء تحتاج إلى ماذا؟ أخذنا في الدرس الماضي. نعم أخذ تبارك الله. النعمة تحتاج إلى الشكر. فقط. تحتاج لتعليق القلب في الله ولا شكر. طب اصبر علينا شوي. تحتاج الى امرين، الى تعلق قبل ان تاتي بالله. قلنا هذا ما يلبس به عليك الشيطان، لو تعرض عليك العالم او التاجر او ماذا صنع لنا العلماء واين حكام العرب، كله من تلبيس ابليس. لا تعلق الا بالله. الجنة لا تطلب إلا من الله، كذلك الرزق لا يطلب إلا من الله. وتوكل على الحي الذي لا يموت. إذا لا بد من تعلم قبل أن تأتي بالله لا بغير، وبعد أن تأتي لماذا تشكر النعم؟ مشكر النعم؟ كيف تشكر النعم؟ كل نعمة ولا شكر. نعم، إجمالا كيف تشكر النعم؟ تشكر النعم بالسجد فتح الله عليك بالقلب واللسان والقلب اقرار واعتراف ان كل ما بك من نعمه فهي من الله. نعم، باللسان وما بنعمه ربك فحدث، بالجوارح تصرف هذه الجوارح شكرا ونعم. وذكرنا لك قصه كلب والاسد. نعم، اختبر نفسك. نعم، طيب بعد هذا ذكر في القسم الثاني لماذا ندرس التوحيد، ثم ذكر رحمه الله القواعد الأربع. نعم، ما كانت أبدأ من القواعد المباشرة. نعم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وسلم. القاعدة الأولى أن الكفار الذين جاء إليهم النبي من قالها؟ الإمام محمد بن عبد الله. قال المؤلف. قال المؤلف محمد الإمام اللامة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكر الله في كتابه. وذلك بمعرفة أربعة قواعد ذكرها الله في كتابه. القاعدة الأولى أن الكفار أن تعلم أن الكفار الذين فتح الله عليك اجلس. عندنا قاعدة أربعة. قاعدة الأولى أن الكفار الذين بعثوا من النبي عليه الصلاة والسلام أقروا بأي توحيد؟ من يعلم؟ يعني؟ توحيد الربوبية. وكانت الخصومة بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام في توحيد الألوهية، وأنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدت. إذا الخصومة كانت في هذا التوحيد، في توحيد الألوهية. ما هي الشبهة؟ احنا قلنا أن هذه القواعد الأربع رد على الشبهة التي أتي بها الشرك في زماننا. ما هي الشبهة؟ الشبهة لو قال لك قائل أنا أقول أن الله هو الخالق والرازق والمحيي والمميت والمدبر، وأن الله سبحانه وتعالى منفرد بالربوبية، نقول هذا الإقرار لا يكفي وحده. هذا الإقرار أقر به كفار مكة ولم يدخلهم هذا في الإسلام. والخصومة كانت بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم في توحيد الألوهية. فلا بد أن تكون العبادة كلها لله. ولو تصرف منها شيء غير الله فأنت مشرك. صح؟ هذه الشبهة والرد عليها. لو قال لك المشرك والمبطل أنا أقول أن الله هو الخالق والرازق والمحيي والمميت والمدبر، نقول هذا لا يكفي في الدخول في الإسلام. ولو كان هذا يكفي لدخل الكفار الذين بعثوا من النبي عليه الصلاة والسلام. هذا القاعدة الأولى مع الشبهة. الثاني الشبهة الثانية يقول بعض الناس هدانا الله إياهم، يقول عن نفسه أنهم ما أرادوا من هؤلاء، ما أرادوا العباد، وقالوا نحن لا نعبد هؤلاء، نحن نريد من هؤلاء فقط القرب والشفاعة، وأنا مذنب نريد منهم القرب والشفاعة. نقول هذا الكلام هو كلام الكفار سواء سواء، وبهذا الكلام استحقوا أن يكفرهم الله، قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام. والدليل ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله زلفى هؤلاء شفعاءهم عند الله. الشبهة الثالثة مع القاعدة الرد عليها، لو قال لك هذه الآيات التي يذكرها أئمة أهل السنة والجماعة في التعلق بغير الله والشرك وكذا، هذه نزلت في من يعبد الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام، كيف تجعل الآيات اللي نزلت في الأصنام تطبقها على الملائكة والأنبياء والصالحين؟ نقول أن الله سبحانه وتعالى كفر كل ما عبد من دون الله، كل ما عبد من دون الله كان من كان فهو شرك. وقال الله سبحانه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، شيئا نكر عن كل ما عبد من دون الله، نبي أو ولي أو جن أو صالح أو ملك. ولا تدعون على الآيات، فإن الله سبحانه وتعالى كفر من عبد الصالحين، وكفر من عبد الملائكة، وكفر من عبد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. القاعدة الرابعة أن نقول لهؤلاء اتقوا الله. الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أشركوا في السراء وأخلصوا في الضراء وكفرهم الله. وأهل الشرك في زمان نسأل الله السلامة عليهم شركهم دائم في السراء والضراء. فإن كان الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أقل شرك وأصح يقولوا كفرهم الله، فما لك بمن نسأل الله السلامة عليهم شركهم دائم، فهم كفار من باب أول. هذه القواعد الأربع لله الحمد لله. من يعيد عليه؟ من يعيد القواعد الأربع لله؟ لا لله ومن إليه راجعون. بسم الله. القاعدة الأولى أن الكفر الذي جاء كفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أقروا بتوحيد الربوبية وخصفهم النبي صلى الله عليه وسلم في توحيد الألوهية. إذا كل من يقع اليوم في شرك في الألوهية نقول أنت بهذا موافق الكفار الذين بعث منهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم أقروا بتوحيد الربوبية وكان لديهم شيء من الألوهية. نعم كان لديهم شيء من عبادة لله وكفرهم الله حتى تكون عبادة كلها لله. مفهوم؟ أجلس. نعم.
القاعدة الثانية. القاعدة الثانية أن ما أردوها لذاتها. قال ما أردنا عبادة فعل. أردنا منهم فقط القرب والشمعنا. قل بهذا استحق الكفار تكفير من الله سبحانه وتعالى وقتال من النبي عليه الصلاة والسلام. وقول هؤلاء مثل قول الكفار. أنت حماعي. القاعدة الثانية. يريدون شبهة أن الآية نزلت في عيال فمن يعبد الأصنام وقال نحن لا نعبد الأصنام. نعم. كيف تجعل الآيات التي نزلت في عبادة الأصنام تنطبق على عبادة الصالحين والملائكة والأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام؟ نطلع على الآيات التي فيها في أن الله كفر من عبد الصالحين والملائكة والأنبياء والرسل عليهم الصلاة وكل ما عبد من دون الله. وأن المساجد لا تدعو مع الله أحد. نعم، اعبد الله ولا تشركوا به شيئا. القاعدة الرابعة والشبهة الرابعة. المشركين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اخلصوا في الضراء واشركوا في السراء وكفرهم واهل الشرك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم شركهم في السراء والضراء. صح؟ نعم. فتح الله عليه. يبقى معنا الشفاعه. الشفاعه هي التوسط لغه من الضراء، ولكن في الشرع هي التوسط الى الغيب في جلب نفع أو دفع ضرر. تنقسم إلى قسمين، شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. المنفية هي التي نفاها القرآن والتي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. أما فيما يقدر عليه المخلوق هذا تقدم صح. شروط أربعة: حي وحاضر قادر وسميع. إذن الشفاعة تنقسم إلى قسمين، مثبتة ومنفية. منفية نفاها القرآن تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. حكم هذا الشفاعة أنها شرك أكبر. الشفاعة المثبتة أثبتها الله لنفسه، تطلب من الله لا من غيره. قل لله الشفاعة جميعا. تطلب من الله سبحانه وتعالى بشروط ثلاثة: الإذن بالشفاعة والرضا عن الشافع وعن المشفوع له. إذن ورضا عن الشافع ورضا عن المشفوع له. تنقسم هذه الشفاعة المثبتة التي أثبتها الله سبحانه وتعالى لنفسه إلى قسمين: خاصة وعامة. خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، عامة للنبي عليه الصلاة والسلام بالرسول عليه الصلاة والسلام، لكل واحد حتى الأفراد الأطفال يشفعون. تنقسم الشفاعة الخاصة والعامة كذلك إلى ثلاثة أقسام: الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، الشفاعة العظمى في هذا الموقف أن الله سبحانه وتعالى يقضي بين الخلائق، الشفاعة في عمه أبي طالب أن يخفف عنه العذاب، الشفاعة في فتح أبواب الجنة لأن أول من يستفتح النبي عليه الصلاة والسلام فيؤذن. والشفاعة العامة التي تكون لكل موحد، الشفاعة في من دخل النار من الموحدين أن يخرج منها، أو في من استحق دخول النار ألا يدخلها من الموحد، والشفاعة في رفع الدرجة. من يعيد لي أقسام الشفاعة؟ بسم الله. أولا الشفاعة هي التوسط لغير في جلب نفع ودفع ضرر. تنقسم إلى قسمين: شفاعة مثبتة وشفاعة مثبتة وشفاعة منفية. المنفية هي التي نفعها القرآن تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. حكم هذه الشفاعة أنها نوع من أنواع الشرك الأكبر. أما فيما يقدر عليه المخلوق أن تصح شروط أربعة. والمثبتة أثبتها الله سبحانه وتعالى نفسه، تطلب من الله لا من غيره. قل لله الشفاعة جميعا، وتطلب من الله سبحانه وتعالى بشروط ثلاثة: الإذن بالشفاعة والرضا عن الشافع والرضا عن المشفوع. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. هذه الآية فيها الشروط الثلاثة. تنقسم هذه الشفاعة المثبتة إلى قسمين: خاصة وعامة. خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يشارك في أحد، وعامة لكل واحد. الخاصة تنقسم أيضا إلى أقسام: خاصة النبي صلى الله عليه وسلم في شفاعة أبي طالب، الشفاعة في الشفاعة العظمى في الموقف، والشفاعة في عم أبي طالب أن يخفف عنه العذاب، والشفاعة في فتح أبواب الجنة، والشفاعة العامة في رفع الدرجات، اللهم اغفر لأبي سلم رفع درجته في المهديين، الشفاعة في من دخل النار أن يخرج منها من الموحدين، أو من استحق دخول النار ألا يدخلها من الموحدين. ولله الحمد تمت القواعد. نبدأ بالدروس. نبدأ. الله أعلم. في أحد يحفظ الدروس المهمة؟ لا. تشيب عنهم أنت ما شاء الله. عن نفسي. تعال.
في أحد يأخذ أفضل الدروس المهمة؟ إخوانا، سمى الشيخ بن باز رحمه الله تعالى هذه رسالة بالماء. نعم أنت. أنا. آخر. تعرف؟ تعرف؟ نعم. الدروس المهمة. الدروس المهمة لعامة الأمة. الدروس المهمة لمن؟ لعامة الأمة. لمن؟ لعامة الأمة. كل عامة الأمة. دروس مهمة لعامة الأمة. أتينا بعض الطلاب هدانا الله إياهم، مختار حجب وروق، قال هذه دروس مهمة لمن؟ لعامة الأمة. أنا طالب علم لست من عامة الأمة، هذا يريد يدرس الدروس المهمة عامة الأمة، أنا لست من عامة الأمة. من عامة الأمة عليك، اذهب احضر الدور. لا لا معك. تكبر والله، تكبر على العلم والعلماء غروب عشب، يا رض اشتدي ما عليك قدي. طيب تعال احضر لعلك تستمد. لا، هذه العوام. اي واحد يقول لك ان هذا الدروس المهم لعامة الأمة وانا لست من عامة الأمة، أنا أسألك عما في هذا الدروس. تعرف شروط لا إله إلا الله؟ شروط الصلاة، أركان الصلاة، واجبات الصلاة، سنن الصلاة، مبطلات الصلاة، شروط الوضوء، فروض الوضوء، نواقض الوضوء. تسعة أشياء. إذا عدت لهذه التسعة ترى أنت أحسن من عوام الأمة. وإذا ما تعرفها ترى عوام الأمة أحسن منك. أنت متكبر على العلم والعلم. كيف؟ تدعي انك طالب العلم وانت ما تعرف هذه الامور. صدق طالب علم وما يعرف شروط الصلاه ولا اركان الصلاه ولا واجبات الصلاه؟ قلنا عامي لا اشكال، العام يتعلم الدروس المهمه، طالب العلم باب اولى، صحيح؟ فعندكم امور تسعه نسالها عنكم غدا، نسال عنها غدا ان شاء الله. تسعه نحفظها مثل اسمك. شروط لا إله إلا الله. جنة لها مفتاح، لا إله إلا الله مفتاح الجنة. لكن مفتاح ما يفتح إلا الأسنان، الأسنان هذه شروط لا إله إلا الله. شروط لا إله إلا الله، شروط الصلاة، أركان الصلاة، واجبات الصلاة، سنن الصلاة، مبطلات الصلاة، شروط الوضوء، فروض الوضوء، ناقض الوضوء. بعد الفجر إن شاء الله. ما يصلح إخواننا، طالب علم ما يحفظ. شروط لا الصلاة، شروط لا إله إلا الله. هذا يذهب من سوق الفضاء أحسن، لأن سوق الفضاء لا يحتاج إلى حفظ ولا مراجعة ولا أسئلة ولا قيام ولا قعود. أي واحد يقبل في سوق الفضاء، أي واحد. اختارك الله أن تكون طالب علم. هذا من نعم الله يا أخي، والله. شوف غيرك اللي يعمل في البناء واللي يعمل في كذا، أنت اختارك الله أن تكون طالب علم. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. طلب العلم قال لا يعدل شيء من العبادات. لمن؟ صلحت او خلصت نيته. الامام مالك رحمه الله تعالى سئل عن رجل محكوم عليه بالقصاص ولم يبقى معه من الوقت الا قليل. قال ماذا اصنع؟ يعني هل يكثر من الصلاه؟ من الصيام؟ من الاستغفار؟ قال يطلب العلم وإن لم يعمل به. يا طالب العلم لا تبغي به بدلا أبدا. فما يصح إخوانا أن تحفظ هذه الأمور، لا تحفظ الدروس المهمة، تحفظ أشياء تسعة. طيب بعد الفجر إذا عندنا إن شاء الله تعالى غدا صوت الاختبار بعد الفجر. إذا بعد درس الفجر يكون الاختبار في الأصول الثلاثة في القواعد الأربع. كيف يكون الاختبار؟ من غشنا فليس منا. تغش في التوحيد مشكلة، تأخذ وقت الاختبار، تكتب اسمك ثم تبدأ بحل الأسئلة. كيف؟
الذي تعرف موقن منه 100% تكتب، ولا تعرفه تترك، ماذا تصنع؟ عندك اختيار، اختيار هذا أسهل ما يكون. هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى تكتب حبشة أو الطائف أو المدينة، تختار. عندك اختيار مثلا، أو في الحكم، في الحكم انتبه، أنت طالب علم، ما حكم الذبح لغير الله محبة وتعظيما؟ لا يجوز، محرم، شرك، كفر، خطأ. تحدد بالضبط، تكتب شرك أكبر. ما حكم الرياء مثلا؟ تكتب لا يجوز، حرام، شرك، كفر، معصية، إثم، ما يصلح. تكتب شرك أصغر. مفهوم؟ ما حكم الغيبة، النميمة، الغش في الاختبار؟ تكتب كبيرة من كبائر الذنوب. تحدد. مفهوم؟ هذا طالب علم. فتذكر لنا هذه الأمور محددة واضح إن شاء الله. على هذا يكون الاختبار. طيب، إذا موعدنا غدا إن شاء الله تعالى بعد الفجر نبدأ بدراسة الدروس المهمة لعامة الأمة. لأنه قد يسألك بعض الناس اليوم أو كذا، ما هذا الدرس؟ هذا الدرس دروس مهمة لعامة الأمة. قال إيه؟ أنا ما أعرف، هذا عامة الأمة. تقول تعال نسألك عما في هذا الدروس. إذا عرفت فأنت أعلم من عامة الأمة، وإذا لم تعرف أنت لا تصلح أن تكون حتى من عامة الأمة. تكبر العلم والعلماء، تخاف الله. طيب، وسوف ترى إذا انجلى الغبار الفرس ركبته من حمار. ترى إن شاء الله ثمرة التدرج في طلب العلم ودراسة هذه الدروس المهمة، والله إنها مهمة على ما سماه المؤلف رحمه الله، مهمة لعامة الأمة، فما بالك طلاب العلم من باب أول معرفة طلاب. وفق الله جميع المحبار أخواننا ثمرة العلم العمل. تعاون معنا، الله يرضى عنكم. فنريد منكم أن غدا أن نرى يعني لا أشكال تسهر هذه الليلة وتعكف وتراجع وكذا. نعم، والله سبحانه وتعالى يمدك بالقوة. طيب، نعم، في إشكال؟ في اعتراض؟ ما أكثر اعتراضات هذه إشكال. كل واحد مطلع اللي يعترض يقول كذا ووقت غير مناسب وكذا. أخونا ما يمكن طالب علم يعترض. طلب العلم يمشي ولا أعتبر ولا أعصي لك أمرا. نعم، ولا أعصي لك أمرا. نعم، الحمد لله بدأتم الآن يعني تعرفوا بدأتم الحمد لله. هذا طيب. فأخواننا الله يرضى عنكم، تتذاكر الليل حال السلف، مذاكرة العلم، سهر في طلب العلم، فهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. نعم، إلى غدا، والله مغفر، والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم. الاختبار الله المستعان. بعدين ما جاء ليأكل هؤلاء يا أخي، ما جاء ليأكل ويشرب هؤلاء. العلم عندهم، علم أهم من كل شيء. بعد الإفطار درس الدروس المهمة إن شاء الله بعد صلاة الفجر مباشر، ثم بعد هذا يكون اختبار بعد الإفطار قبل الإفطار. المهم أن ننتهي من اختبارات الدروس الفصول الثلاث بعد الأربع قبل الظهر، يكون انتهى إن شاء الله. إن صلاة الظهر قد ننتهي من الدروس المهمة إن شاء الله. بس سؤال عن الاختبار، سيكون من المتن والأوراق يعني جميعاً؟ من كل شيء. من كل شيء. طبعاً. المتن أهم شيء. حفظ. أهم شيء. لا، ما في أكمل. ما في أكمل. حذفنا أكمل. حذفنا هذا محذوف. أحسن شيء عند الطلاب في الدراسة محذوف محذوف محذوف. أحسن ما يكون. حفظ محذوف، سبحان الله، عجيب والله. هذا بعض العلماء عندنا يسمي هذا الزمن، ما فيه من الطلاب، يسميه عصر الانسحاب، كل شيء محذوف. في النحو ماذا؟ قال احذف. ماذا؟ قال احذف التصغير واحذف كذا واحذف كذا. بقي قليل، يأتي يدرس يحذف النصب. في التوحيد يحذف شيء. في الفقه قال احذف مثلا العتق، الولاء، تاء
تسري احبس ما بقي شيء كل شيء احبس طالب الان لا يحفظ لا يدرس لا يراجع لا يحضر كذا كيف تحفظ قال انا طالب علم فعلا عن طريق الانترنت سمعت يوم من الايام في طالب شيخ جوجل من مشاهد كلمة مشاهد قال جوجل واتساب ممكن ما يمكن ما احد يطلب العلم بهذه الطريقه يا اخوان هذا مو طالب علم وانت ترى الان الشباب جزاهم الله خير ما استفاد شيء من واتساب ولا جوجل ولا غيرك على العكس مصاري قد تخرج العلم لابد ان تطلب العلم كما طلب السلف تشتغل من هذا العلم عاده او عباده عبادة؟ العبادة لا تقبل إلا بشرطين إخلاص متابع لهذا النبي عليه الصلاة والسلام فما يصلح إخوان هذا الذي يريد يطلب العلم على ما يحب ولا يحضر حلو العلم ولا كذا ولا كذا ممكن الآن حتى الصلاة قالت تصلي على تشعل الجوال على الحرم تصلي خلف الحرم من أي مكان والله في السويد كنا فجاني واحد أسئلة عجب تسمع أسئلة عجب قال أفتانا بعض الناس لماذا؟ قال أن نصوم مع مكة لماذا؟ قال لأن الصيام عندنا طويل اليوم عندنا 20 ساعة طيب كيف؟ قال نصوم مع مكة الطيب والصلاة سبحان الله عجيب في المخيمات في تركيا من. كنا في المخيمات عشان واحد قال يا أخي لماذا تتكلم عن الصيام في المخيمات؟ حتى نصوم لأن إحنا في رمضان الآن وفي بعض الناس يعني يفطر في رمضان قال لا نحن ليس علينا صيام قلت لماذا قال لا في مشكلة إحنا الآن خرجنا وكذا عندنا تعرف ما عندنا وكذا قلت طيب حتى لو ما عليكم صيام قال أيضا لا قضاء علينا انتبه لماذا تتكلم النقض قلت يا رجل قال والله لا قضاء ولا صيام حتى ولا كفارة أصلاً هذا ولا كفارة يعني ما نوجد كفارة بعد هذا قال حتى ولا كفارة ما نكفر ولا نطعم أهل الخليج يطعم عنا عجيب فتاوى عجبه بمعنى ترى نحن السبب ما تعلمنا ولا علمنا هذا مشكلة إذن هذا يقول لا صيام وهذا يصوم مع السعودية هذا يصنع كذا وهذا يصنع كذا بكرة ممكن تحج عبر الواتس أب ولا عبر الواتس يعني بقي شيء والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه